Volunteers, please wave if you can start to pray. Brothers, if you see any gaps and sisters in front of you, just fill those up. If you can quickly fill up the gaps, inshallah, we can get the salah started. So if you see any gaps in front of you, fill up. Person behind you fills in, and inshallah, you get the message. We keep on filling until they all fill. Jazakallah. وإياكم ممن سعى إلى الخيرات وجنبنا وإياكم
موادة لغات القدى إن أحسن كلام ينجلي به القلب عن الظلمات كلام الله السمي الصفات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعور إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أكبت في إحصاء حمده على وجوهها الأقلام وارتعد في إدراك شكره أقدام الأوهام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينال بها أعلى المقام. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الكوثر والمقام. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ما تناوبت الأيام. أما بعد، فيا ذوي الأحلام راقبوا التقوى وذروا ما أوبقكم من الأوثام ولا تغتروا بزخارف الدنيا التي سيهب عليها سموم الإنعدام وواظبوا على الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الهمام فإن الله أمركم في محكم كتابه غاية الإحكام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد شفيع الأمة يوم القيام وعلى آل محمد وصحبه البررة الكرام لا سيما على باذل نفسه وماله في الله بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى العادل الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء الذي هو شعبة من الإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى باب مدينة العلم أسد الله في الكتائب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السبتين الشهيدين الأزهرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنها. اللهم ارض عن عمي نبيك المكرمين بين الناس سيدنا حمزة والعباس وان بقية العشرة المبشرة الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة طلحة الفياض والأحوالي الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر وعن سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. قال النبي الصادق المصدوق الأمين الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. اللهم أعلي لواء الإسلام في الأنام وانصر عساكر المسلمين وانصر عساكر المسلمين وكسر ظهور المشركين ونكس رؤوس أعداء الدين. اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من حضر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم اجعل بلاد الإسلام آمنة من الانفلام وعذنا وسائر المسلمين من البلايا المدلهمة وشرور الحاسدين اللئام وخلصنا وإياهم من أسر الشهوات والأسقام
اللهم عافنا اللهم عافنا اللهم عافنا وسائر الغزاة والحجاج وزوار بيت نبيك عليه السلام. اللهم اغفر لمؤلف هذا الخطاب ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Brothers and sisters, Eid Mubarak to everyone. I forgot to mention Brother Shabir Hussain, who is the president of Asha Mosque. Eid Mubarak everyone. Inshallah, we will see you for Eid al-Adha, because Eid al-Fitr, we will not be organizing Eid al-Fitr in the park due to the weather. So inshallah, Eid al-Adha, see you roughly in June next year.